السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مش غير قلنا ليس لها دواء، الناس يتحبطوا. لا ابدا، فهذه حقيقة لا يمكن ان ننكرها، ولا يمكن ان نكذب على الناس ولا نجاملهم. كاين بعض المرات نجاملهم في بعض الامراض، نقول لهم رشي بس ما كاين رغد تعالج. نعم، ولكن كاين اشياء غادي يبقى، علاش؟ لان قلت بحال ما كباش ما يبقاوش الناس يقلبوا على العلاج ويبقاو يديروا اي علاج، لا من ناحيه الاعشاب ولا من ناحيه الطب يعني. واكثر من ذلك الا مشاو حتى خذوا بعض الاعشاب ربما تزاد الثعلبه. حس دكتور على صفحه الفيسبوك واحد السيده بدون ذكر اسمها، يعني قامت بالعديد من التحاليل، بالعديد من حتى لسعه النحل، حتى الحجامه. نعم. ولكن ما زالت هي هي. علاش قلنا الناس ما كاينش العلاج؟ باش ما يتهوروش، باش ما يبقاوش يعملوا اي علاج. حتى في غذائها غيرته. لا الغذاء نعم، غادي يهلكوا رسوم الناس، غادي يهلكوا، غتبقى تقلب على العلاج وغادا تعقد من هذاك تساقط الشعر وغادا ترمي راسها للتهلكه، غادي تولي عندها امراض اخرى. يعني خص الناس يعرفوا هذه القضيه. هنا ذكرت حتى بنيتها اصبحت ضعيفه. احسن طريقه هي الكلينس، هي غسل الجسم، ديتوكسيفيكاسي. غسل الجسم، معنى غسل الجسم هو اولا الشخص يعمل بعد واحد نظام غذائي نباتي طبيعي. علاش كنزولوا اللحوم؟ لان ما كنضمنوش الجوده ديالها انها تكون طبيعيه. علاش كنزولوا اللحوم؟ اللحوم ما كان والسمك تاكلو. اللحوم لا نسمح بها ولا نناقش الامر باللحوم، لان لا يمكن ان نضمن نوع من اللحوم انه غادي الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي جميع انواع اللحوم. باش نكونوا واضحين، السمك تاكل مره سمك، الا كان نظام فيه خضر وفواكه الناس غادي نقولوا لنا راه كاين المبيدات، ولكن الاثار ديال المبيدات كنقولوا حنا دي تراس دي ريزيدو كنسميوه حنا ديال البيستيسيد، هادو غادي يكونوا دي تراس. ربما الا بقاو لنا غير هاد شويه ديال المبيدات، ولا كان حتى ترشيد مبيدات، حنا ما غاديش نسمحوا بالمبيدات وما غنقولوش الناس ياكلوا المبيدات لا. ولكن لان الان السوق هادشي اللي فيها على الاقل يتفاداو الناس، وحتى المستهلك يضغط شويه على المنتج باش ينقص من هذه الكميه المبيدات، وخدت من يرتفع بس 5% أنا، ولكن ما يرتفعش 500%. كل شيء الناس دابا كيكذبوا على الناس يقولوا لهم عندنا البيو، ما عرفش انا هاد البيو منين جابوا. انما السماد ما كاينش السماد بيو في المغرب، حتى الغبار ديال الحيوانات فيه البيستيسيدات ديال التمن ديال القمح اللي كيرشوه. بغاو الخبره، حنا موجودين، بغاو يبقاو ماركتين، ولكن بيو ما كايناش. ويعني ملي كنشوف مثلا منتوجات مستورده فيها سوجا بيو انا كنتعجب، ما عرفتش انا هذه البيو هذه فين كاينه. هذا كذب على ما عرفتش انا فين كاينه، ما عرفتش الغرب فين. الا جا غير التلوث ديال الراديياسيون، التلوث ديال لي بروتون اللي كاينين في الترب ديال الغبار اللي كاين في هذا سميتو عليه البولان، البولينيزاسيون، كروازمون ديال البولين، ما عرفتش انا هذه البيو منين جا. طاير في الهواء. انما لا قالوا بيو ب 10% و 20 نقبلوها، ماشي مثلا بيو 20% نقبلوها. وكلمه بيو ما خصهاش تكون في المغرب، نتكلموا على البلدي اللي مسقي بالماء البير اللي مديور ليه الغبار وصافي وكفى فقط. دابا الغريب انما الا زيد الثمن ديال الشيء ب 500 ضعف الثمن لانه بيو، هذا انا لا اقبله فقط. دكتور الغريب انا واحد المفارقه، كنلقاو مثلا هاد المنتوجات البيو تسقى بماء البير وما كنعملوا لهاش مبيدات، وكنلقاو الانسان اللي كينتج بالمبيدات وكيصرف عليها اموال، هذيك اللي بيو راه غاليه الثمن اكثر من هذاك السيد اللي صرف عليها الاموال. نعم. ما فهمتش انا علاش هذيك بيو غاليه، مع العلم اننا ما صرفناش عليها. نعم. حتى حاجه غير الزريعه. نعم. وذاك السيد اللي صرف يعني الاموال في المبيدات، لان المستهلك هو الذي صرف هذا الفخ. نعم. المستهلك هو المشكل ماشي المنتج. نعم اكيد، لان عندنا انواع الخضر الان في المغرب. نعم. لا تحتاج مبيدات وعندنا الزريعه ديالها، لان البذور هاد الناس اللي كيقولوا بيوم منين جابوا البذور، بعدا يورونا منين جابوهم بعدا. نعم. غادي يجيبوا البذور اولا هذا، ثم نعم منين غايجيبوا البذور، ما عرفتش انا منين غايجيبوا البذور. هاد القضيه هذه ديال الامراض، من الثعلبه، من الذئب الحمامي، من مرض بيسات، من السرطانات، من الحساسيه، من الربو، من الكرون، من المسائل هذه ممنوع منعا كليا للمواد الصناعيه على هاد الناس. نعم. ممنوع منعا كليا، لا يمكن. الاشياء اللي ما يقدروش عليها الناس هما انهم نمط العيش ديالهم يردوا ليه البال، ما يتهوروش في التغذيه. هو الاسباب في هاد الامراض. ولكن اللي قدروا عليها هما كيبقاو يقلبوا على علاجات باهظه الثمن. نعم. هنا
هنا فين كاين التناقض. يخسروا الاموال الباهظه زعما. لان ممكن هو يسول الامر ديالو في داره، ممكن يتسول الامور يعني ببساطه. جعلتك تنفعل. لان الكلينس، لان العلاج ديال الثعلبه ماشي علاج، لان هذه ضروريه للثعلبه. نعم. هو الكلينس يعني ديتوكسيفيكاسيون والغسل. نعم. بالنسبه لاخوان الاطباء ديتوكسيفيكاسيون، اللي عندهم الثعلبه يديروا ديتوكس. نعم. ديتوكس معروف كيدار. نعم. بالماء. نعم. مفلتر ولا ماء معدني. نعم. ولا ماء يعني مغلى ولا مصفى ولا ديستيلي. كيتعمل بالماء، بشرب الماء بكثره، وكيتعمل بمجهودات طبيعيه، والخضر طازجه مطحونه، عصير الخضر وعصير الفواكه والاوراق الخضراء والمسائل هذه، ويكون واحد النظام فيه الكلوروفايل. ولا بغاو يزيدوا بعض الاشياء مثل حمض الاوميغا 3 ومثل فيتامينات، علاش لا؟ هذه البنيه هذه تاخذ بعض المنتوجات للمضادات، حتى ولو شريتهم من الصيدليه ماشي مشكل، كمكملات بحال المضادات للاكسده. شري كبسولات ديال المضادات للاكسده. كاين عندهم في فرنسا بحال غذاء الملكات رويال جولي، هادو جولي رويال. نعم. عندهم غذاء الملكات كتباع في يعني هادو دي زامبول. نعم. كينينات زجاجيه. نعم. تاخذ مع الجنزين، تاخذ يعني هذه غذاء ملكات، وتاخذ بروبوليس عندهم فرنسا، بروبوليس مسائل، تاخذ سائل احسن، وتاخذ دي بولن عندهم بولن فرنسا جيد فري يعني فريش، وتاخذ الكلوروفايل، كاين الكلوريلا، كاين سبيريلا، سبيريلينا هذه واحد الطحالب بحريه. نعم. هادو كل منتوجات موجودين كيتباعوا عندهم في فرنسا في الصيدليات. تاخذ الحمض الاوميغا 3، البروبوليس، غذاء الملكات. نعم. بولن فريش بولن الا كان. نعم. طري، وتاخذ يعني الكلوريلا، سبيريلين، تاخذ الكلوروفايل، تشري كاع الكلوروفايل. نعم. هذه منتوجات جيده. ثم بعد المعادن اللي مزيانين لها بحال فيتامين سي، تاخذ حمض الفوليك. حمض الفوليك ما محتاجهش، انا موجود في القطاني والخضار، موجود بكثره حمض الفوليك ماشي مشكل. لكن الا تناولت شويه زنك، تاخذ شويه زنك مع فيتامين ب 6، يكون جيد. هذه الطريقه هذه تعملها، وتعمل رياضه وتعمل صونا، تعمل رياضه وتعمل صونا. والاكل دير واحد الشراب، هاد البنت هذه، جميع ماشي غير هاد البنت، حتى في المغرب الا الناس عندهم هاد المنتوجات، ولا حتى في جميع المناطق العالم يعني. نعم. هذا يعني هادو ياخذوا شراب كما قلت يعني قبل قليل، عصير الخضر، عصير الفواكه طريه، كثروا من عصير الخضر، عصير الفواكه. ثم ياخذوا هذا الزعفران الحر، شعره صفرون، زعفران شعره. نعم. يشربوه. نعم. تقريبا 0.5 غرام في اليوم. نعم. حتى الغرام ماشي مشكل، ماده طبيعيه، يروى غالي شويه باهي الثمن. ياخذوا هذا الشراب ديال الزعفران الحر مع الماء، إذا زادوا معاه الكركم جيد، الخرقوم بلدينيت الكركم. نعم. باش ياخذوهم بجوجهم. حمض الاوميغا 3 الا كانوا ياكلوا سمك جيد، زريعه الكتان جيد، اللوز جيد، القرقع جيد، كلشي هاد الاشياء مزيانه. ثم هاد الزعفران، هاد الزعفران هذا الا كان يديروا به واحد الطلاء على الراس كذلك، زعفران مع غذاء الملكات، يتخلط مع شويه غذاء الملكات والبروبوليس. نعم. ويعملوا واحد الطلاء ماسك على الراس ديالهم، ويخليه واحد ساعتين. هذا جيد، ان هاد المنتوجات كلها طبيعيه. ما غادي انا ما عمرني عطيت وصفه، وكنت وعدت الناس ما نعطيش وصفه، ولكن كنعرف الحاله النفسيه ديال هاد الناس. كنعرف الله خير. نعم. كنعرف الحاله النفسيه، وكنعرف هذا استثناء، هذا استثناء، وشكرا. فلا باس غير ما يشريوش هاد المسائل ويعملوها هما، وإلا لقاوها موجودة ما يشريوهاش، لأننا كنعرف بأن شي وحدين دابا غادي يبداو يخلطوا، يبداو يبيعوا للناس، وهذا غادي يكذبوا على الناس. علاش أنا قلت لهاد السيدة في فرنسا؟ علاش؟ لأن عندهم منتوجات مضمونة. نعم. يعني غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات. نعم. عندهم غذاء الملكات كيتباع في الصيدليات، عندهم حمض الأوميغا 3 كيتباع في الصيدليات، وعندهم بروبوليس يعني وايتمنت كتباع. نعم. المغرب ما موجوداش فيه المغرب، بروبوليس سائلة غير موجودة. نعم. وحتى إلا جابوها للمغرب هي ما غاداش تصلح الأشياء كثيرة. علاش؟ لأن ما غاداش تكون بنفس الطريقة الاستعمال ديالها، ما غاديش يعرفوا ليه الناس. ليس اي شخص يعالج الان منتوجات النحل، ليس اي شخص، انا اقول ليس اي شخص. والناس الان اللي كيستعملوا منتوجات النحل هم الناس لا يعلمون شيئا كاع في هذا الميدان، لا يعلمون شيئا. ربما بعد لا 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 ساعة النحلة، لا لا ساعة النحل، هذا تهور. نعم. هذا تهور. يعني كاين اللي ينصحوهم بهذا الساعة. لا لا ساعة، حد الامريكيين استخرجوا سم النحل، عندهم سم النحل خالص. نعم. وما قدروش يحقنوا للناس. الامريكيين عندهم سم النحل، ما يمكنش احد الامريكيين يكونوا عارفين شي حاجه والناس الاخرين عارفين، لا يمكن، من المستحيل.